مرحبا بكم في وحدة الإنترنت. سوف نتعرف على محركات البحث وكيفية استخدام معاملات البحث واستخدام محركات البحث. ما هو محرك البحث؟ هو موقع يتضمن مجموعة من البرامج يسهل على المستخدمين البحث السريع عن المعلومات المطلوبة في جميع مواقع الإنترنت. ومن أشهر محركات البحث جوجل، ياهو، MSN، ألتا فيستا. ولكيفية استخدام محرك البحث، وليكن جوجل، بعد الدخول على موقع google.com اكتب الكلمة الأساسية في جزء البحث ولتكن book. بعد ذلك اضغط على زر البحث. الآن سوف تظهر جميع الصفحات التي تحوي على الكلمة الأساسية book. حدد ما تريد البحث عنه في البداية، صورة، فيديو، أو تقرير. حدد الكلمة الأساسية بدقة. حدد مترادفات للكلمة الأساسية، مثلا كلمة قطة أو حرة. معاملات البحث تساعدنا على سرعة الحصول على المعلومات لنتعرف عليها، ومعاملات البحث هي علامات الاقتباس، معامل OR، معامل علامة الجمع أو AND، ومعامل النجمة، ومعامل علامة الطرح أو الاستبعاد. علامات الاقتباس تستخدم للبحث عن المواقع التي تحوي على نص محدد مع مراعاة نفس الترتيب. لنشاهد معا. هذا المعامل، معامل OR، يستخدم للبحث عن المواقع
التي تحتوي على الكلمة الأولى بمفردها أو الكلمة الثانية بمفردها. معامل علامة الجمع أو AND يستخدم للبحث عن المواقع التي تحتوي على كلمات منفردة أو مجتمعة.
وفي الختام أتمنى أنكم استفدتم. إلى اللقاء.